السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عدنان تعليم. كنتمنى تكونوا في ألف خير في خير. في هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن غادي نشوفوا واحد الهدية من جوجل. طبعا هذه الهدية هي عبارة على أبليكاسيون. كيفاش كنديروا لها؟ بالنسبة للناس اللي كتهم بالنسبة للناس اللي عندهم الكتبة بزاف أو كتكون عندهم الكتبة بزاف وكيبغيو يطابيو داكشي في بيسي وكيجيهم داكشي بزاف، سيرتو الناس اللي عندهم دي ميموار، اللي عندهم رابور ستاج، اللي عندهم مثلا دي تيست داكشي. فهنا جوجل عطاتنا واحد القضية زوينة، أنك غير كتهضر وهي كتكتب. صافي، دونك كيفاش كندير لها؟ في هذه الحالة أول حاجة كندخل جوجل كوم. ثاني حاجة خاص يكون عندك شرط أساسي في البي سي، أنه خاص يكون عندك داخل بجيميل ديالك، زائد أنه يكون عندك كونيكسيون. إذا في هذه الحالة شنو كنمشي كندير؟ كنمشي لهاد تخوا بوان، كتقلب على دوك. كتاخد فيشي جديدة، وكتمشي الأوتي هنايا أوتي، وكدير فوالا في بوطون اوتي. كيطلع عندك هنا سيزيا فوكال، كيجينا هاد اللعيبة اللي كتطلع هنا. دونك كتختار اللغة اللي بغيتي، هنا كاينين لغات بزاف بزاف. شوف اللغة اللي كتبغي تكتب بها نتا، وكتورك على هنا وكتبقى تهضر هو كيبدا يكتب. ناخدو مثال بايثون، سالو تو الموند، جو سوي، Aujourd'hui, étudier la matière macroéconomique. 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 Oui, mais là, c'est blague. Son qui est grave. C'est qu'on a dit que c'est noté. Il y a une. بالنسبة للميكرو خصو يكون ناضي، أي حاجة كنطقها كنكتبها، فهمت؟ لكن خصها تكون فرونسي. انت مثلا ما تكون كتبها راه تهضر بشكل عام. nous allons voir aujourd'hui، nous allons voir aujourd'hui cours de statistique descriptif، cours de statistique descriptif، statistique descriptif. صافي، كتبقى تسيزي بحال هكا، هو كيعطيك هادشي باش تنقلو نتا من الوورد من بعد ودير داكشي اللي بغيتي. تفهمنا خوت؟ كانت هادي التقنية، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. بغيت نديرها فقط غير باش تسهل عليكم بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل في الطاباج بزاف او عندهم بزاف حوايج كيطابيو.